بظروف غامضة قتل مروان عبد الغضيب المنسوب إلى قيادة شرطة الحدود المنطقة السادسة بعد التحاقه لوحدته العسكرية للدفاع عن الوطن ليعود إلى أهله جثة هامدة. يتحدث شقيق المغدور عن تفاصيل هذه الجريمة ويؤكد أن شقيقه مروان تعرض إلى أبشع أنواع التعذيب من خلال آثار الضربة التي وجدت على جسده. أنا شقيق المرحوم مروان عبد الغضيب الشهيد المغدور منتسب في قيادة شرطة حدود المنطقة السادسة لواء السابع فوج الثاني السرية الرابعة. أخوي التحق يوم 6 بالشهر، التحاق عادي ماكو أي مشكلة به. فتفاجأنا بخبر، جانا تليفون بالساعة 9 بالليل بيوم 8 بالشهر يعني بيوم عرفة، قالوا أخوك مقتول ملقوح بالمستشفى، ميت وبالمستشفى. فاحنا طلعنا مني هنا، رحت لقيت اخوي بالزي العسكري ممارسين انواع التعذيب عليه. ويطالب ذوي المغدور الحكومة العراقية ووزارة الداخلية بالإسراع لكشف عن ملابسات الحادث التي أدت إلى مقتل ابنهم أثناء تأديته الواجب الوطني وتقديم الجنات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. وأنشد من الحكومة أن يطلعون حق ابني بأسرع وقت، وهذا بناته تيتمن برقبتي، شن ذنبهن هذن؟ أنا أريد من بأسرع وقت يعني دم بدم، وبيته هذا مفلش وما واقع عليه وما عنده إمكانية دا يكمل بيته، وها شوفت عينكم أنتم قدامكم، شن ذنب على شنو دا يعذبونه ويلوعونه هيجانا ويبقرونه بالكهرباء ويزرفونه؟ ماكو لا بالإسلام ولا بالقانون، كل هذا ما صار. أنا أخو المغدور مروان عبد الغضيب عبيد، نطالب بحق دمه اللي راح هدر وما نعرف شنو السبب. يعني هو التحق للدوام، واثناء التحاقه وصل وخابرنا قال ماكو شيء، ورا يومين خابرونا قالوا ابنكم موجود بالمستشفى ميت. زين احنا نريد نعرف هذا السبب، ليش مات؟ هو معذب، ضاربي، ناتلي، ما مخلين شيء اجرام ما مسوي به، هو لابس الزي العسكري. وتحولت فرحه العيد الى مجلس عزاء لدى عائله الشاب مروان بعد فاجعه وفاه ولدهم الذي التحق لوحدته العسكريه لتاديته الواجب الوطني في المناطق الصحراويه بين الانبار ونينوى. من الانبار احمد الحمداني، قناه التغيير.